بص يا بنات، بعد ما حكبلتها بالدقيق مرتين نزلتها في تلج تاني ونزلها زيت سخن. مرتين ازاي يا شيف؟ مره الاول بدون ميه وبعدين تلج وبعدين مره تانيه وبعدين تلج. اوكي. زيت سخن وبعد ما يغلي كده تهدي النار. تهدي النار وتسيبيه. تعالى بقى نعمل حشوه بتاعت البوري اللي هشويه. طب اهميه ايه الميه بتلج يا شيف؟ بتدي كريسبي وبتقلل الحراره ما تكونش مباشره. اوكي. ياخد وقته عشان يستوي من جوه. عشان يستوي من جوه. من جوه كويس. طب حلوه الفكره دي، لان معظمنا لما بيجي يطبخ السمك بيكون محمر قوي ومقرمش من بره ومن جوه مش مستوي. بالظبط كده. ادي بقى هنا البوري، جبت بوري، هاتي المقاس اللي انا جايبه ده لان ده وسط ما فيش فيه اي شحومات. ده 400 كيلو؟ لا الكيلو ده 250 300. 250 300؟ ارفع ده. بس كتير ما بنلاقيش الوزن ده. مش متوفر كتير. هو الكبير بس اللي بيبقى في كله دهون. تعالي بصي نضفيه وافتحيه خالص. عودي نفسك كده نضفيه اهو قدامك يا حسني. انت قلت كلمه مهمه دلوقتي يا شيف حسن، اللي هي بتقول ان السمكه الكبيره كلها دهون. دي ده حقيقه وبالذات معنى كده ان اللي بيعمل ريجيم او كده ياخد السمك الاصغر اللي هي الصغير، ما يجيبش الميديوم الصغير. مش فارقه اصل دهون السمك هتكون ايه، ما انتش مش بتاكليها. الحشو بتاعي كرفس. مهما كان بتاكلي سمك وكرات ارحم من اللحمه والكزبره وكل وجزر وبصل مبشور. ده حشوه البوري. ده الحشو وده توم وليمون مبشور ومعلقه مسترده ومقادير جنب كواسه وريها بتاعت البوري واتبله ملح وفلفل. بس البوري ده عمره ما بيكون مشوي زي المطاعم. ولا لا ومين قال لك كده؟ وكزبره وشطه. لا احلى المطاعم لو عملتيه كده بجد. والله. وبعد كده اخد الخلطه دي كلها بتاع الحشو والففها مع بعض واخد واحده واحده عشان احشيها. على فكره الناس متهيألها ان السمك طبيخه صعب، بس هو سهل قوي. بس التنظيف بتاعه هو اللي صعب. ينفع نجيبه متنضف يا شيف؟ ممكن فيها انت عند موجوده البياع عنده واحد بينضف بالكيلو، يقول لك بالكيلو بكذا. سهل جدا يعني. اهم حاجه عشان نقفلها كده تمام. حشيتها هعمل لها ايه؟ خله واقفلها واجيب لها رده واطعمها بالايه؟ منديل وزيت. بالرده؟ رده واطعمها دقيق. ادي اهو شويه دقيق احطها على الرده. رده وطعمها دقيق. شويه دقيق على الرده عشان التسويه بتاعته واللون. وهنا اتفقنا السمك المقلي بعد ما اديته اقلب ده مع بعض واجيب الطبق بتاعي، اجيب خله واقفلها عشان وانا بقلب على النار الشوايه بتاعتي تكون سخنه لما عابد بزيت منديل. اللي احنا صايمين؟ لا انا مركزه قوي في الاكله. انا نسيت الاكل. والكابوريا في الفرن ما تقلقيش. انا مركزه معاه قوي. الرز عايزه اعمل السمك على طريقته. هدوق. شايفه بيقفلها ازاي بالخله؟ عشان الحشوه ما تطلعش منه. ما تقلبش منك. بعد كده نزليها في الرده. الرده اللي متطعمه دقيق. دقيق والشوايه تكون سخنه. عشان هتقعد على كل وش 7 دقايق، ما تقلبهاش قبل 7 دقايق. طب لو انا ما عنديش شوايه دي في البيت؟ صينيه عادي على العين البوتاجاز. صينيه على العين البوتاجاز. ولمعيها واعملي الصدمه دي. بزيت بقى؟ بشويه لا مش بزيت، لو هي سخنه لمعي زيت خفيف قوي. الرده بنجيبها منين يا شيف؟ الرده من الموجوده في السوبر ماركت جنب الدقيق بانواعه وجنب السميد وجنب كل شويه شويه خلطه. هعمل له اهم حاجه بقى الطش عشان يطلع فيها. زيت وتوم وخل وعصير ليمون وملح وكمون وشطه وليمون. وميه سخنه بتغلي عشان بعد ما نخرج من على الشوايه اطفي بيها السمك على طول عشان تستمتعي بالتتبيله دي.